ما في ماشي الله المستعان. احنا قبل نبي محور، هذا محورنا الاخير، محورنا الاخير والحمد لله ان ابو علي موجود. ما زال العبث مستمر، ابو علي اضافه، ما زال العبث مستمر والاستخفاف و العبث بالاثاث. مقطع الحنة ما ندري اللي كان فيه من الحشابه بتحسب يا سلطان، الحشابه بتحسب كل شيء، كل شيء مسجل، لا تحسب كل شيء بيروح، يعبثون يخربون. لا ياتيني عند الصبح يقول ليه دخلت برايم، فعلي مناك بيض الله وجهك ابو علي، بيض الله وجهك. اعطوني اول شيء جهزوا لي علي مناحي يكون في شروم. خلاص اعطوني علي مناحي فيكم في شروم واعطونا المقطع. يلا حنا معهم الخامس. لا لا والله نورد تكون من الخامس. لا والله مداخله على قد السؤال يا رب. علي مناحي صبحك الله بالخير. يا مرحبا وانت، صبحكم الله بالنور. وش ممكن نفسر هاللقطه اللي انت شفتها؟ رياليتي. ايش اللقطه؟ رياليتي. ايش اللقطه؟ لا لا تقول لي ما شفتها، عشان احنا ما ناخذ منحنى اخر يا علي على اخر المحور، عشان انا ما يعني ما حد يسبني الان. لا انت، لا انت عيد المقطع عليه هنا. عيد ايش؟ المقطع، المقطع فضلا. لحظه، المقطع المقطع. قول فضلا، قول فضلا وليس امرا، عد لي المقطع كذا باقه. فضلا عليهنكم يبيض وجهكم. عد لي عليك. يا سلام يا علي، عطني المقطع. ما زلنا لايف معك، ما زلنا لايف في المقطع. يلا اعطوني المقطع. والله بطل، لا اله الا الله، والله العظيم طاح حتى على ظهره. طيب اعوذ بالله. ستر مبلي، والله مبلي يا رب. الحمد لله على سلامتك. انا الان انا مبلي. اعطوني علي، هو اللي ساحب. اعطوني علي، انت انت اللي في في الكرسي ولا اللي ساحب؟ هو اللي في الكرسي. هو اللي في الكرسي، هو اللي في الكرسي. انت اللي في الكرسي صح؟ صحيح. طيب لا. اولا انا 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 مهم مداخله محور، انا بقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. على وش؟ على انك على طيحتك الغريبه ذي اللي ممكن طيحه سليمه، طيحه سليمه ما جاء. الحمد لله، انا اقول الحمد لله على سلامتك. ما بها شيء، ما بها شيء. طيب انا اقول الحمد لله على سلامتك، ما فيك شيء. ايش فيك؟ الله يسلمك. هذا هو التوهان اللي احنا نقوله. انت انا اتكلم كذا وانت تتكلم كذا. طيحه جمل. ابو حسام، ابو حسام، هذه طيحه جمل. الحمد لله على سلامتك يا علي. صوت يا الربع سم. على فكره قبل احسنت في اعاده اللقطه، احسنت في عدل، لان بعض المتابعين سالونا قالوا علي طيب ولا مو طيب. لا طيب وبخير، وبيني وبين خوياي تعلق في زود. ما اللي سحب المرجاح هذه؟ صوت يا الربع، وشو؟ ما اللي سحبها؟ ما انتبهت. اللي طرحك من هو؟ ما انتبهت، ما انتبهت. وجه والله ما قمت وشفت لي طرحك. ترى ما راح نستدعيه، بس ما عندنا شيء، بس بنقول الله يهديه. والله ما نجيبه، والله. الله يجزاه خير. من هو؟ ما ادري، ناسي. يا اخي من هو؟ ما احنا هذا نبي، هذا والله ما نحتاج. والله ما يجي خصم، والله معلم. من هو؟ صوت بالله يا الربع، صوت. وش تقول؟ احنا نبي ننصحه. من هو؟ وش هو؟ من هو اللي سحب المرجاح؟ الكاميرا عندكم، المقطع كامل عندكم. والله ما هو واضح يعني. والله ما تعرفه انت؟ ما تعرفه يعني انت علي مناحي؟ لا لا ما تعرفه. لا يا علي، يا علي، علي علي الربع ما اعرفه غصب. ما ادري يا علي، يا علي الربع صوت تكذب علي. يا علي، يا علي والله العظيم لا اننا مستدعينه ولا نبقى بننصحكم، بس نبي نعرف من هو. الله يعطيكم العافيه. انصحوا الجميع. الجميع نصحناه، لا يفهم الجميع. انصحوا الجميع ذا المرة بعد. الجميع دائما نقول، بس ليش تكذب علي؟ ليش تكذب بس؟ هذه مشكلتي معك. ماني بكذب انا. ترى معلومة لك، معلومة لك، ترى عرفناه وخصمنا عليه خصم خفي. ابو عنزي يعطيكم العافية. ابو عنزي شكرا لكم. يا علي سام، طال عمرك. اجلس اجلس اجلس. شلون تعجل علي؟ يبي فرقانة، يبي فرقانة علي. اي والله اللي حول علي، بس اللي جنب علي يغادر المكان الان عشان ما يجي خصم على عبد الله. عبد الله عبد الرحمن، يلا يلا ابو عنزي. يا علي مساك الله بالخير. يا مرحبا ومسهلا. شفت احنا والله من بدايه التصفيات وحنا من يعني الراهن عليك، وانت من الاشخاص اللي ظهروا على الشاشه بصوره جميله وصوره مشرفه. الله يطول اعماركم. بدينا البرنامج، بدينا البرنامج. خلوا خوياك على جنب. انا راهن عليهم. ايش تراهن علي؟ انا راهن عليهم. انا مسرع ما قام بعد ابراهيم. يا ولد والله العظيم ما يدهور الا ذا الخويا. اسمع يا علي، بدا البرنامج دور علي. علي وين هو؟ ايه علي ما فيه، طاح من الكرسي قبل. لو ان ذا اللي جاء وطرح الكرسي ما تبارك عليك ما جيتنا اليوم. الله يجزاه خير، عشان كذا ما علمتكم. اسمع اول شيء يا علي، يوم نقول لك من هو، يوم نقول لك من هو، احنا ما نبقى قاصين راسه، احنا نبي نعرف من هو. كلمه اني ما ادري عنه، فلا فيه رجال يعني بيطرح من الكرسي مو بداري الا رجال خبل، وانت ما انت بخبل. انت خصمته عليه؟ انت تدري من هو خصمته عليه؟ اسمع، انت تدري من هو هذا الشيء؟ خصمته عليه. خلني اعلمك. اسمع، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، حنا ودنا ان ظهور علي يعني يكون بظهور غير الطريقه هذه او غير المنحنى هذا.
حنا نقول يمكنها يعني صدفه او خير صدفه اللي خلك تطيح وتجي عندنا علشان نعطيك الكلمتين هذه. الله يرحمه علي. انت المطلوب منك اكثر من الكلام ذا. انت وجودك على يعني ظهورك على الشاشه، وجودك داخل البرنامج لابد ان يكون بشكل غير الشكل اللي احنا نشوفه. نعم الجمهور. انا من الناس اللي جاني مطالبه من الجمهور قولوا لعلي. الجمهور ما يملي علينا، لكن احنا نقول لك هذا كلام الجمهور مثل ما احنا نقول. علي ان ظهورك على الشاشه وظهورك في البرنامج يعني سيء، خلني اقول لك يعني بصريح العباره، لابد ان يكون عندك ظهور يعني افضل من الظهور اللي احنا نشوفه. انت يا علي لا وجود، لا ظهور، لا كلام، لا واقعيه، لا شيء ولا شيء. وبالله تكفى، الله يرحم والديك يا لبيه. واقعيه فؤاد ومتعب دي فكنا منها. وش فيهم؟ ها؟ بالعكس بعد انت تكون عندك مطلب رايك، احنا ننصحك بس يا بالحلال. انا انصحك اقول لك اطلع اطلع يا علي، اطلع بنفسك انت. ترى والله العظيم يا علي عندك شيء كثير وانا متاكد منه، لكن انت باقي ما دخلت في المود. ادخل يا اخي البرنامج. البرنامج بدا، البرنامج خلاص توهج وظهر، والناس بدأوا يطلعون، وبدأ الجمهور يتوزع، وبدأ الجمهور يتقسم. متى تبي تطلع؟ والأدهى والأمر إذا كنت أنت المغادر الجمعة الجاية أو السبت القادم. ما ندري، ما ندري، ما تدري. كلكم يعني أقوياء، وبيطلع شخص ما كنا نتوقع. لكن يا علي المطلوب منك أكثر، والمطلوب منك أنك تظهر يعني حقيقتك اللي يعني ظهرت في بداية التصفيات. أنت دخلت البرنامج وتقيت، حنا ما ندري السبب. هل هو يعني ظهور أشخاص وإبرازهم يعني بعضلاتهم الشيء هذا أثر عليك نفسيا وصار عندك ردة فعل وتراجعت خوفا من بعض الشيء، أو أن ما عندك شيء، أو أن ما عندك شيء، واحدة من الثنتين هذه. لكن إذا كان يعني اختفائك أو تراجعك بسبب حزب معين او جروب معين، اقول لك ترى ما عندهم سالفه. اظهر بيديك، اعطيكم الان اظهر بيديك. باقي لك ابو حمود، بعدها المايك لك. تو ارد عليكم. لا اسمع ابو حمود، وش ترد؟ انا اعطيك نصائح. يا ابو مناحي يا لبيه، صباح الخير. صباح النور والسرور. يا مرحبا ومسهلا. والله مؤدب. اسمع من اخيك جدا يا لبيه، انت رجال طال عمرك محترم، سيماهم في وجوههم. الله يطول عمرك يرحمه ان شاء الله. انك قبل الله يرحمه، وان شاء الله انك من خير في الرجال، من غير قصور في اخوياك، من الريجين اللي يساردون العلم. مالك زود. الامر الاول، اللي حصل على الشاشه هذه رساله تبعثونها للبيوت، وتبعثونها للعوائل، وتبعثونها لمحبينكم، ان الامر الذي قمتم به انه امر جميل في حاله انكم الاثنين سكتوا. هذا الامر الاول. الامر الثاني، وانا اخوك، قبول الخطا ضعف. انت ان شاء الله ما انت ضعيف، لكن ترى اسمع عني فداك، انا ما قلت ضعيف، انا اقول ان شاء الله انك ما انت ضعيف، لكن قبول الخطا ضعف. ها. وترى المزح اذا تعدى الكلام ووصل لليدين يقل الاحلام. والله اني قلته. وش معنى الكلام ده؟ يعني ترى الرجال جبل، والرجال جمل، والرجال في عيني رجال، حتى يجي واحد اما يجهل عليه ولا يجهل على رجال، فاذا ما كان هناك ردة فعل بانت انه ضعيف. فلذلك يا ابو مناحي اللي صار منك، ما لي بسألك مزح ولا حب ولا ميانه، ما سألت في الامر هذا كله. ارد عليك والله على خشمي، والله اني اسمع منك جعلني فداك. اما الامر الاول، انا مقصدي بالكلام اللي حصل علم وراح، لكن انا ما ودي انكم تبعثونه للبيوت. والله الذي لا اله الا هو عيالي انا يا صالح، بيجيك انهم يتابعونك، والله انهم يمكن من فانزاتك، وانا اخاف بكره واحد من عيالي ولا واحد من بنياتي تدف خيها تقول يا بابا عادي نقلد علي بمناحي. الله ينفع بك ولا ينفع بعلي بمناحي. بسم الله. فلذلك نفداك، حدود اليد لا تصلونها اخويا وذيابه، وفيكم خير، لكن لا تمسحون باليد، شر الله عليكم. تفضل يا ابو مناحي. شان فضلك يا طول العمر. انت تقول الجبل جبل، انا جبل وبتحمل من اخويا اللي بيصير. اي بس ما عليك اسمع جعلني فداك. انا اكتشف شيء، اسمع جعلني فداك. هي ما هي بكوره، تدري ما الكوره، اسمع جعلني فداك. انا الجبل، الجبل انا اسمع جعلني فداك. الجبل طال عمرك جبل صح، ما هو معناه اني اقول لك جبل يعني خلى الرجال يختي عليك وخلى الرجال. ما لها دخل، ما لها دخل، هذا خطا يا اخوي. انا واخويا متصدق لا اله الا الله. ما سالتك انت اخوياك وش وضعك نفداك. ما سالتكم متصاحبين ولا متناقرين الا انتم سويتوه خطا. نفدا وجهك خطا، فانا اقول الخطا لا تسوونه بكيفكم
ولا ما بكيفكم من عيوني من عيوني ايوه يا عقل ايوه يا اخي ايوه ياخذ عقلك من يدك والله العظيم احنا ندري انها طلع شخصيتك الحقيقيه هذا هو شخصيه علي مناحي المؤدبه الخلوقه صاحب القبول على الشاشه صاحب الجماهيريه العاليه هذه الحقيقه التي يجب ان تسمع وتقال والله العلي العظيم لا قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا مشاهدينا علي ابن مناحي علي بن مناحي اذا في حاله انه ابتعد عن قروب الفشله قروب 82 وخاوى الناجحين بالله تعالى اضمن اضمن احد يجي هو النجم الجماهيري هو النجم الجماهيري علي بن مناحي يا فهد 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 لا تخرب عزيمتك ابو علي ابو علي اجراء اجراء خصم عليه الرد هذا خصم 500 فهد هاي يلا توكل انا اقول اعيدها لك يا علي بن مناحي في حال ابتعدت عن قروب الفشله اصحاب التجربه الفاشله السابقه قروب 82 اذا ابتعدت عنهم وخويت الناجحين وجل المتسابقين مستقطبين ترى الواقع جدد نعم الجدد نعم صحيح والله انا اقول صدق ما هو مجامل ستكون انت يا علي بن مناحي النجم الجماهيري وفارس الجمهور لهذه النسخه يكون ايش يكون نجم جماهيري عندي رد عندي رد ابي ارد عليك يا سالم انت كذا اعطيته لقب قبل ما سالم انا اقول لك في حال اتبع الخطوات هذه في حال الجزئيه الاخيره بس سالم ابي ارد عليك يا سالم سم سم الله يدوك انت اخطيت على اخوياي تكونوا مفاشلين واخوياي مو مفاشلين اخوياي نجوم عوده في مقرصها لا لا ابو ابو لحظه 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 رد جميل رد جميل يا علي اول شيء شكرا لمداخلتك تقدر تتفضل الان شكرا شكرا طبعا الله يعطيكم العافيه احنا وصلنا الى نقطه او فقره السحب